اي طفل يحطم لعبه هذا دليل على انه عنده يا اما تعرض للتعنيف يا اما تعرض للضرب، فهو يفرغ هذه الضغوط النفسيه في العاب، في اشياء امامه، في التخريب. امر ثاني قد يكون السبب الاكتشاف، وهذا شيء جميل عند الاطفال انه يحاول يكتشف كيف مركبه، كيف مصلحه، هذه ليش سوت كذا، هذه ليش تتحرك، هذا طبيعي الطفل يحب الاكتشاف. امر ثالث لابد نعلم الطفل هذه لها قيمه، يعني الحين ديما حطمتها نقول يا ديما هذه قيمتها 15 ريال، نتحاور معها، فرصه للتحاور. هذه اللعبه حق ديما اخذناها اعطيناها ايش تالا، ليه؟ عشان هي تعرف ان هذه اللعبه اللي خربتها لازم ايش تصلحها. تالا لعبت فيها خلاص يعني ملت منها، ممكن تتبادل، تعالي يا ديما خذي هذه حبيبتي واعطينا هذه، خلاص صار الان عززنا قيمه جديده انهم يتبادلون الالعاب ويلعبون كل واحده بلعبه الثانيه من خلال تحطم اللعبه. سوينا دروس كثيره.